المسيحيه بصفه عامه كانت بتبيح تصوير الانبياء والقديسين، دي كانت حاجه عاديه عكس الفن الاسلامي والدين الاسلامي اللي هو بيحرم تحريف ده تصوير الانبياء والشخصيات المقدسه. تمام. هنا عندنا يا جماعه في اول لوحه او اول ايقونه اللي في الشمال دي ايقونه العشاء الاخير، ودي مشهوره جدا وليها اكتر من مسمى. ممكن العشاء الاخير، ممكن العشاء السري او العشاء الرباني. دي المهم ان هي بتصور اخر لقاء جمع بين السيد المسيح والتلاميذ ال 12 اللي احنا اتكلمنا عنه. السيد المسيح اللي موجود في النص ده وحواليه التلاميذ اللي احنا اتكلمنا عنهم جوه. طبعا اهم حاجه بنلاحظها في الايقونات بقى بصفه عامه بعد كده، ان يبقى في شخصيات، بيبقى في زي هاله نور كده او ضوء طالعه بتشع من الراس. طبعا هي حاجه رمزيه، مفيش حد بيمشي طالع من راسه نور كده، هي حاجه رمزيه ودلاله ان الشخص اللي حواليه راسه الهاله ده يعتبر شخص ايه؟ شخص يعني ايه؟ شخص مقدس يعني. فهنا كل الشخصيات هنلاحظ فيه الهاله دي. استاذنك من غير فيديو.